نروح على فاصل، ندعوكم إلى أن تشوفوا معنا هذه المقتطفات من السحور السنوي اللي أقامته قناة روتانا الخليجية، وإحنا سعداء جدا بالنجاح اللي عم تحققه هذه القناة، ليس لأنها فقط تابعة لمجموعة قنوات روتانا ولكنها رائدة أيضا وحتى أصبحت محط أنظار كل الوطن العربي ليس فقط الخليج، ففخورين بإدارة هذه المجموعة وأيضا بزملائنا في قناة روتانا الخليجية وبما يقدموه. نشوف مع بعض بعض الأجواء اللي كانت في السحور السنوي، تفضلوا. الحقيقة يعني أنا أتوقع هالتظاهرة الجميلة اللي يجتمع فيها كوكبة من الإعلاميين، الفنانين، العاملين بالوسط الفني بشكل عام، ضيوف روتانا على مدار العام، نلتقي كل عام في سحور رمضان، سحور روتانا خارجية. أنا أشوف الحقيقة تظاهرة جدا مميزة، جمعتنا بأناس كثر من الزملاء، تبادلنا يمكن الذكريات والأحاديث بشكل عام. والله جو جميل، يعني بنشوف كل زملائنا في المجال الإعلامي والفني وبالذات المشاركين معنا في نفس القناة في أعمال روتانا، نشوف بعض، نسمع آراء بعض على انطباعات الآخرين عن أعمالنا، فبالعكس بادرة جميلة وإحنا مبسوطين. صراحة سحور روتانا عادة سنوية عودتنا عليها أنها تلم الأحباب، تلم النجوم جميعهم، نلتقي فيهم، نتعرف على أعمالهم، نعطيهم الفيدباك اللي يصير على الأعمال السنوية اللي يقدمونها، فحدث مهم جدا بصراحة تشكر عليه إدارة روتانا طبعا. أولا شكر روتانا الخليجية على التنظيم المبدع، وهذه السنة الثانية اللي أنا أحضر فيها حفل روتانا. السنة الماضية كنت أنا برنامج واحد جاب العيد والحمد لله حقق أعلى مشاهدة، والسنة هذه مع روتانا برنامجين جاب العيد وش الطبخة، والحمد لله يعني احنا الان في 15 رمضان يعني في اليوتيوب وعدد المشاهدات يعني الحمد لله مرضيه. والله شوف هذه حاجه ايجابيه، يعني انه يجتمعون الاعلاميين كلهم في وقت واحد و تجديد للعهد بينه وبين بعض، نشوف بعض، نشوف ملاحظات على بعض لو كان في ملاحظات كمصداقيه في الراي مع زملائنا، والحمد لله يعني هذا الشيء مو غريب على روتانا بقياده رجل زي الوليد بن طلال. ونشكر جميع من شرفنا هذا اليوم في هذا المحفل الكبير اللي كان يضم نخبه كبيره من الفنانين والصحفيين والاعلاميين. الحمد لله يعني بالنسبه للسحور اليوم التقينا بكثير من الفنانين والاعلاميين يمكن من زمان ما شفناهم، لكن الله يعطيهم العافيه روتانا خلونا نجتمع اليوم ونتسحر مع بعض. رمضان دائم كان فرصه كويسه بالنسبه لنا مع روتانا، لان نشوف كثير من الاصدقاء والاحبه اللي يمكن فرقنا عنهم مهام العمل وزحمه الرياض بعد، فهي فرصه ممتازه صراحه.